تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ورازق الحياة. هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا إلى أعوام عديدة يا سيد. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا. من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهر أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن ولا دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. هلموا نسجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلموا لنسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلموا لنسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك أمحو مآثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظام الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا أخلق في يا الله روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمامي وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسر بالمحرقات. فالذبيحة لله روح منسحق القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات حينئذ يقربون على مذبحك العجول. اللهم أصغي إلى معونتي يا رب أسرع إلى إغاثتي ليخزى ويخجل الذين يطلبون نفسي ليرتد إلى الوراء ويخزى الذين يبتغون لي الشر ليعد في الحين خازين القائلون لي لعما نعما وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك يا الله وليقل في كل حين الذين يحبون خلاصك ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير اللهم أعني معيني ومنقذي أنت يا رب فلا تبطئ. يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لن يتزكى أمامك كل حي. لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل الموت منذ الدهر وأجرى علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة هذثت في كل أعمالك وتأملت في صنائع يديك. بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرى فاستجب لي يا رب فقد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق الذي أسلك فيه فإني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب
فإني قد لجأت إليك، علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك نشكرك لأجل عظيم جلال مجدك. أيها الرب الملك الإله السماوي الآب الضابط الكل، أيها الرب الإبن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدس، أيها الرب الإله يا حمل الله يا ابن الآب، يا رافع خطيئة العالم ارحمنا، يا رافع خطايا العالم تقبل تضرعنا، أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب أمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشف نفسي لأني قد خطئت إليك. يا رب إليك لجأت، فعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي، لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك، أهن يا رب أن نحفظ في هذه الليلة بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله بائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد أمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني وصاياك، مبارك أنت يا سيد فهمني حقوقك، مبارك أنت يا قدوس أنرني بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد، وعن أعمال يديك لا تعرض. لك ينبغي المديح، لك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين أمين. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله الحق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود لهم مجد الناطق الأنبياء والكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعتر بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة بواجب الاستئهال حقا نغبط والدة الإله الدائمة الطوبة البريئة من كل العيوب أمة إلهنا، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السيروفيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله، إياك نعظم. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζω και ασωηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Εύταχω φέμι φέμτελειο ρούχαν وأبدي قولا فائدا نحو الأم المالكة وأظهر معيدا للموسم بابتهاج وترنم بعجائبها مسرورا إبراهيم يا ثيوتو και
εσώσον ημάς. Χριστού βιβλώνεμ ψυχών εσφραγισμένης επνεύματιν. Ο Μέγας Αρχάγγελος Αγνή Θεόμενος, επεφώνηση χαιρε χαράς δοχείων, διείς της Προμήτωρος αραλυθίσετε. هيئة الفائق قدسها والدة لله خلصينا. افرحي أيتها العذراء عروس الله يا إصلاح آدم وتقويمه. افرحي يا من أماتت الجحيم يا بارئة من كل عيب. افرحي يا بلاطا للملك الوحيد. افرحي يا عرش الناري للضابط الكل. دوكسا باتري και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρόδον το αμάραντον χαίρε ημών η βλαστήσασα, το μήλον το εύωσμα χαίρε η τέξασα, το σφράδιον του πάντων βασιλέως. Χαίρε απειρόγαμε κόσμου διάσωσμα. Αλλάνα ο ακούλα αβάριν ουαϊλα δάρι δαϊρίνα αμήν. Εφράχη αδαχήραταν ναγάουα. Εφράχη السيدة يا سوسن الذي للتنسم معطرا المؤمنين وبخورا ذكي الرائحة وطيبا جزيل الثمن. يا والدة الإله بسخاءٍ وطدي نحن المنشدين تسبيحك الملتئمين محفلا روحيا وفي مجدك الإلهي أهلنا إلى كليل المجد والشرف. والدة الإله بما أنك الينبوع الحي المتدفق بسخاء وطدينا نحن المنشدين تسبيحك الملتئمين محفلا روحيا وفي مجدك الإلهي أهلينا لأكليل المجد والشرف. هيئتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. افرحي أيتها السيدة يا من أفرعت السنبلة الإلهية بوضوح كحفلة غير مفلوحة. افرحي أيتها المائدة المتنفسة
التي وسعت خبز الحياة. افرحي يا ينبوع الماء الحي الذي لا يفرغ. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. سلام عليك أيتها العجلة التي ولدت للمؤمنين العجل البريء من العيوب. افرحي أيتها الناجة التي حملت حمل الله الرافيع خطايا العالم بأسره. افرحي يا اغتفارا حارا. افرحي يا صبحا منيرا يا من وحدها جلبت لنا المسيح الشمس. السلام عليك يا مسكين الضوء. افرحي يا مزيلة الظلام وماحقة قتام الجن المدلهم بالكلية. الآن وكل وان وإلى دار الداهرين آمين. افرحي أيتها الباب وحدك الذي فيه اجتاز كلمة الله وحده. افرحي يا من سحقت بمولودها أبواب الجحيم وأمخله. افرحي يا دخول المخلصين الإله. السلام عليك أيتها السيدة ذات كل تسبيح. إن يسوع الفائق التألق الجالس بمجد على سدة اللاهوت قد ورد على سحابة خفيفة وخلص بقبضته غير الفاسدة الصارخين نحوه. المجد لقدراتك أيها المسيح. أيتها الفارق قدسها والدة الإله خلصينا. نهتف إليك بأصوات النشائر بإيمان يا ذات كل تسبيح طائر.
ضحية من حملت في أحشائها أساس الأرض من غير مشقة. السلام عليك يا حالوز أحد سنة قد صبغت من دمائها بفيرة إلهية لما قدسها
السيدة المركبة ذات الصورة النارية للكلمة يا فردوسا متنفسا حاويا في وسط الرب عود الحياة الذي حلاوته تحيي الساقطين في الفساد إذ تناولوا منه بإيمان. دوكسا باتريك إياك أيجي أبنماتي نحن الذين تأيدنا بقوتك نهتف إليك بإيمان قائلين افرحي يا مدينة ملك الكل التي فيها قيلت المدائح الواجب سماعها بوضوح أيتها الجبل غير المنقطع السلام عليك يا عنقا لا قرار له أصلا الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين السلام عليك أيتها الطاهرة المسكين الرحب الذي للكلمة والصدفة التي أبرزت اللؤلؤة الإلهية افرحي يا والدة الإله الأعجوبة الكلية التي صلحت مع الله كل الذين يغبطون دائما هلموا أيها المتأله العقول لنصفق بالآيات مقيمين هذا العيد الإلهي الكلي الإكرام الذي لوالدة الإله ونمجد الإله الذي ولد منها تنثي أنتفتن كباندي مونتلون دسيور تيني ثيوفرونه δεύτε τα σχήρα στο κρίσο με τον εξαυτίστε χθέντα θεόν δοξάζονται. Αιά του αλφάι που κοτσούα βάλιτα του λίλα η χαλισίνα. خدرا للكلمة بريئا من الدناس وعلة تأله الكل يا كلية الطهارة وصدى كرز الأنبياء السلام عليك يا جمال الرسل وزينتهم أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا لقد قطر منك النادى الذي أخمد لهيب كثرة الآلهة لذلك نهتف إليك قائلين افرحي أيتها البتول الجزة المندى التي سبق جدعون فعاينها قديما مجد للآخر
السلام فكوني لنا ميناء وملجأ نحن الغارقين في بحر الأحزان وشكوك المحارب ومآثره بأسرها الآن وكل أوان وإلى دار الدهر آمين. يا علة الفرح نعيمي على فكرنا لنصرخ إليك افرحي أيتها العوسجة غير المحترقة والسحابة الكلية الضياء التي تظلل المؤمنين دائما من الشدائد
يسبحون حضور المسيح بالجسد، فبادروا كأنهم إلى راعٍ، فعاينوه كحمل بريء من العيب، مرتعياً في حضن مريم، فسبحوها قائلين: افرحي يا والدة الحمل والراعي، افرحي يا حضيرة الغنم الناطقام، افرحي يا حماية من الأعداء غير المنظورين، افرحي يا مفتاح أبواب الفردوس، افرحي لأن السماويات تبتهج مع الأرض، افرحي لأن الأرضيات ترتقد مع السماوات، افرحي يا فمن للرسل لا يصمت، افرحي يا جرأة المجاهدين التي لا تغلب، افرحي يا قاعدة وطيدة للإيمان، افرحي يا عرفان النعمة البهيم، افرحي يا من بها تعرت الجحيم، افرحي يا من بها تسربلنا المجد، افرحي يا عروسا لا عروس لها. Oh,
إن المجوس لما رأوا كوكبا مسيرا من الله اتبعوا نوره واتخذوه كمصباح مستقصين عن الملك المقتدر. ولما بلغوا إلى من لا يبلغ إليه فرحوا هاتفين نحوه آللويا. الكلدانيين بين يدي البتول الذي جبل البشر بيديه وعرفوا أنه السيد، وإن كان قد اتخذ صورة عبد بادروا إلى إكرامه بالهدايا وهتفوا بالمباركة. افرحي يا أم النجم الذي لا يغيب، افرحي يا فجر النهار السري، افرحي يا من أطفأت أتون الظلال، افرحي يا استنارة مساري الثالوث، افرحي يا من جردت المغتصب العديم الإنسانية من الرياسة، افرحي يا من أظهرت المسيح المحب البشر، افرحي يا من خلصتنا من اعتقاد البربر، افرحي يا من أنقذتنا من حمأة الأعمال، افرحي يا من أبطلت السجود للنار، افرحي يا من أعتقتنا من لهيب الأهوان، افرحي يا مرشدة المؤمنين إلى العفان، افرحي يا سرور كل الأجيال، افرحي يا عروسا لا عروس لها. لما صاروا كارزين
متوشحين بالله عادوا إلى بابل إذ قد أكملوا النبوة عنك وكرزوا للكل أنك المسيح وأهملوا هيرودس كمن يهذي غير عالم أن يرتل آليلويا. أشرقت نور الحق في مصر طردت ظلام الباطل وذلك إن أصنامها إذ لم تحتمل أن تثبت أمام قدرتك سقطت وهوت والذين خلصوا من عبادتها هتفوا نحو والدة الإله قائلين افرحي يا نهود البشر افرحي يا سقوط الأبالسة افرحي يا من داست ضلالة الخديعة افرحي يا من فضحت غش الأصنام افرحي يا بحرا غرق فرعون العقل افرحي يا صخرة روت العطاش إلى الحياة افرحي يا عمودا ناريا مرشدا الذين في الظلام افرحي يا سترا للعالم أوسع من الغمام افرحي غذاء بدلا من المن افرحي خادمة الماكل المقدس افرحي أرض الميعاد افرحي من يضر منها اللبن والعسل افرحي يا عروسا لا عروس لها سمعان مزمعا أن ينتقل من هذا الدهر الخاضر الخداع دفعت إليه كطفل ولكنك
عرفت منه أنك إله تام أيضا، فلذلك ذهل من حكمتك التي لا توصف صارخا آللويا. حملت شفي البشر
افرحي أيتها العصا السرية المفرعة الزهرة التي لا تذبل، افرحي أيتها السيدة التي بها نمتلئ فرحا ونريث الحياة. دوكسا باتريكيا الفايق قدسها والدة الإله خلصينا. أيتها السيدة إن ألسن الخطباء الفصيحة تقصر عجزا عن التحدث في تسابيحك، لأنك سموت على السرافيم بمولدك المسيح الملك، فإليه ابتهلي أن ينقذ الآن من كل مضرة الساجدين لك بإيمان. المجد للآب والابن والروح القدس. أيتها النقية إن الأقطار تمدحك مغبطة إياك وصارخة نحوك. افرحي أيتها الدرج الذي فيه رقمت الكلمة باسم الآب، فإليه ابتهلي يا والدة الإله أن يكتب عبيدك في مصحف الحياة. الآن وكل آوان وإلى دهر الدهر آمين. يا والدة الإله النقية إننا نبتهل إليك نحن عبيدك، ونحني ركبة قلبنا فأميلي أذنك وخلصينا. نحن الغارقين في الأحزان، واحفظي مدينتك من جميع غوائل الأعداء. إن مولد والدة الإله قد حفظ الفتية الأطهار في الأتون سالمين، إذ كان حينئذ مرسوما، وأما الآن فقد حصل مفعولا، وهو ينهض المسكونة بأسرها إلى الترتيل هاتفا. سبحوا الرب يا جميع أعماله وزيدوه رفعة مدى الدهور. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. أيتها النقية لقد قبلت في حشاك الكلمة، وحملت الضابط الكل، وغذيت باللبن المغذية بإشارته كل المسكونة الذي نرتل له هاتفين. سبحوا الرب يا جميع أعماله وزيدوه رفعةً
Jesus onimas. حياتها البتول القديسات البريئة من الفساد. إن موسى أدرك في العليقة سر مولدك العظيم، والفتية سبقوا فرسموا ذلك بأجل بيان بانتصابهم في وسط النار وعدم احتراقهم. لذلك نسبحك بعد الدهور. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. الفتاة مسكين النور، إننا نحن الذين تعرينا بالخديعة قديما، قد تسربلنا بمولدك حلة عدام الفساد، والجالسين في ظلام السقطات قد أبصرنا النور. لذلك نسبحك مدى الدهور. قدس باتريك إياك كأيجي أبنماتي. أيتها البتول إن الأموات بك تحيا، لأنك ولدت حياة ذات الأقنوم والعادمية التكلم بيدا، يصير نحسني النطق والبرص يطهرون، والأمراض تطرد مقصاة، وسمرة الأرواح التي في الجو تغلب منهزمة بك يا خلاص البشر. الآن وكل أوان وإلى دار الدهر آمين. افرحي أيتها النقي الكليات البركات التي ولدت الخلاص للعالم، يا من بها ارتقينا من الأرض إلى العلا. افرحي يا سترا وتباتا وسورا وحصنا للمرتلين، سبحوا الرب يا جميع أعماله وزيدوه رفعة مدى الدهور. أبس في جنس كرتات وتفنف ماتي لمباد خومنس والسبي البربري ومن كل ضربة أخرى واردة إلينا نحن البشر الخاطئين، لكي نصرخ إليك بالسلام نحن المؤمنين الذين بك صرنا
مشاركين الفرح السرمدي. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا. قد ظهرت لنا أيتها النقية استنارة وتثبيتا، فلذلك نهتف إليك قائلين: افرحي يا كوكبا لا يغرب مدخلا إلى العالم الشمس العظيمة. السلام عليك يا من فتحت عدن المغلقة، افرحي يا عمودا ناريا مدخلا البشر إلى الحياة العلوية. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. إن انتصب بورع في بيت إلهنا ونعتف قائلين: السلام عليك يا سيدة العالم، السلام عليك يا مريم سيدتنا أجمعين. افرحي يا من هي وحدها جميلة في النساء وبريئة من العيب. السلام عليك يا إنا متقبلا فيه الطيب الذي لا يفرغ الذي انسكب عليك. المجد للأب والابن والروح القدس. السلام عليك أيتها الحمامة التي ولدت الرحيم، افرحي يا دائمة البتولية، يا فخر جميع الأبرار وإكليل المجاهدين. افرحي يا جمال كل الصديقين الإلهي. السلام عليك يا خلاصنا نحن المؤمنين الآن وكل أوان وإلى دار الدائر آمين. أشفق اللهم على ميراثك وتغاضى الآن عن كل خطايانا، إذ عندك من يستطيفك إلى ذلك التي ولدتك على الأرض بغير زرع. لما شئت بعظيم رحمتك أن تتصور بالغريب أيها المسيح. كل الأرض فليبتهجوا بالروح حاملين المصابيح وطبيعة العقليين غير الهيونيين
إلى أعوام عديدة يا سيد. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد يا رب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أيها الرب البارك للخليقة، لك تقرب المسكونة كبواكير الطبيعة الشهداء اللابسين اللاهوت، فبتوسلاتهم احفظ كنيستك بسلام تام لأجل والد إلى أيها الجزيل الرحمة. يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. كيريا ليسون، 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 كيريا ليسون. يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. كيريا ليسون، 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 كيريا ليسون. يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح الإله الطويل الأناء، الكثير الرحمة، الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطأ، الداعي الكل إلى الخلاص بموعد الخيرات المنتظرة. أنت يا رب تقبل منا في هذه الساعة طلباتنا، وسهل حياتنا إلى العمل بوصاياك. قدس أرواحنا، طهر أجسادنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، نجنا من كل حزن وشر ووجع، حطنا بملائكتك القديسين حتى إذا كنا بمعسكرهم محفوظين ومرشدين نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك الذي لا يدنى منه، فأنك مبارك إلى دهر الداهرين، أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السيرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله، إياك نعظم باسم الرب بارك يا سيد. ليترى في الله علينا ويباركنا ويضب وجهي علينا ويرحمنا. كيريا ليسون، 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 كيريا ليسون. كسوسون إماس بناجيا بارثنه. السيدة الطاهرة العذراء النقية روس الله، العادمة العيب البريئة من الأدناس، يا من بمولدك المعجز اتحدى كلمة الله بالبشر وطبيعة جنسنا المقصاة أقرى انتهاء مع السماوين، يا رجاء من ليس لهم رجاء سواك وحدك، يا من هي معونة للمحاربين ونصرة مستعدة للمسارعين إليها، يا ملجأ كل المسيحيين
لا ترذلينني أنا الخاطئ الأثيم المتدنس بقبيح الأفكار والأقوال والأفعال بجملة ذاتي والصائر بالعزم الخامل عبدا للذات العمر لكن بما أنك أم للإله المحب البشر تحنني بتعطف علي أنا عبدك المفرط الخاطئ وتقبلي من شفتي الدنيستين ما أقدمه إليك من الابتهال وبالدالة الوالدية التي لك نحو ابنك ربنا وسيدنا ابتهلي إليه لكي يفتحني جوانح محبته للبشر وتحننه وصلاحه ويتجاوز عن هفوات التي تفوق الإحصاء ويردني إلى التوبة معيدا ويجعلني لوصاياه حافظا وفاعلا مختبرا واحضري عندي دائما أيتها الرحيمة الشفوقة الوادة الصلاح أما في هذا العمر الحاضر فبحرارة الشفاء والمعونة امنعي عني طوارق المعاندين الرديئة وارشديني إلى الخلاص وأما في وقت خروج نفس الشقية فاحدقي بي مطيفة حولي ولقتام مناظر الجن الأشرار اقصي عني بعيدا وأما في يوم الدينونة الرهيب فنجيني من العقوبات الدهرية والعذابات المؤبدة وأوضحيني وارثا لشرف ومجد ابنك وإلهنا الغامض وصفه الذي أفوز به بواسطتك ونصرتك أيتها الفائقة القداسة والدة الإله سيدتي بنعمة ورافات ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبته للبشر الذي ينبغي له كل مجد وإكرام وسجود مع أبيه الذي لا ابتداء له وروح الكل قدسه الصالح والصانع الحياة الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين وأعطنا أيها السيد إذ نحن منطلقون إلى النوم راحة النفس والجسد واحفظنا من رقاد الخطيئة المدلهمة ومن كل التذاذ شهوات الظلام الليلية سكن جماح الأهواء أطفئ سهام الشرير المحماة الثائرة علينا بغش بطل شغب أجسادنا وارقد كل معقولنا الأرضي الهيلاني وامنحنا يا الله عقلا ساهرا وفكرا طاهرا وقلبا مستيقظا
ونوما خفيفا معتقا من كل تخيل شيطاني، وانهضنا في وقت الصلاة ثابتين في وصاياك، ومالكين على الدوام في نفوسنا ذكر أحكامك، وهب لنا أقوال تماجيدك طول الليل لنسبح ونبارك ونمجد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال، أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. أيتها المجيدة المباركة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، قدمي صلاة وإلى إلهنا متوسلة إليه لكي يخلص بك نفوسنا. الأب رجائي والابن ملجئي والروح القدس وقائي، أيها الثالوث القدوس المجد لك، عليك وضعت كل رجائي يا والدة الإله، فاحفظيني تحت ستر المجد لك أيها المسيح لا يا رجاءنا. المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة البريئة من العيب أبان الأبرار تشحن بالله القديسين الصديقين جدي المسيح الآية وكيم محنة وجميع قديسيك، ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب البشر، سامح واغفر يا أخوتي الخاطئ. لنصلي من أجل سلام العالم، من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين، من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس رئيس كهنة كريستوفوروس وقتلة في المسيح، من أجل توفيق وتأييد الجند المحب المسيح، من أجل المتخلفين عنا من آبائنا وإخوتنا، من أجل الذين يبغضوننا والذين يحبوننا، من أجل الذين يرحموننا والذين يخدموننا، من أجل الذين أوصونا نحن غير مستحقين أن نصلي من أجلهم، من أجل نجاة المأسورين، من أجل المسافرين حسنا في البحر والبر والجو، من أجل المطروحين في الأمراض يا رب رحم، لنصلي أيضا من أجل خصب الأرض بالثمار، من أجل جميع السابق انتقالهم من أبائنا وأخوتنا الموضوعين هاهنا وفي كل مكان الأرثوذكسيين، فلنقل من أجلهم كيريا ليسون. Oh.
مسيكم بالخير. كل سنة وانتوا سالمين. اليوم بركة كبيرة بالأسبوع الثاني من الصوم إنه الكنيسة لكمان مرة تبرز أمامنا أمنا الفائقة القداسة حتى نستمد منها قوة نعمة وبركة حتى تقدر تساعدنا بكل الظروف الصعبة وحتى نقدر نحن نتعلم منها كيف نتوب ونصلي وكل الفضائل الروحية. قديش مهم مكانة أمنا الفائقة القداسة في قلب كل واحد منا نحن أبناء الكنيسة، لأنه مكانتها هي مكانة اللي شفيعة لكل العالم. ما في طلب بنطلبه من أمنا الفائقة القداسة وإلا ما هي تلبيه بما يوافقنا. عشان هيك أبنائي في هاي الفترة المباركة من الصوم اللي فيها كل مسيحي بجاهد جهاد روحي في استعدادنا لاستقبال الأسبوع العظيم، الألام الخلاصية والقيام المجيدة، هذا الاستعداد كتير مهم إنه نعمله نحن حتى نقدر إنه نعيش الصليب والقيامة. ومفهوم الصليب والقيامة ينطبع في نفوسنا ونحمله كفكر ونهج وأسلوب في حياتنا. هذا اللي بيميزنا نحن المسيحيين، إنه منحمل كأسلوب ونمط في فكر وأسلوب ونمط في حياتنا الصليب والقيامة. وأمنا الفائقة القداسة تعطينا هاي البركة إنه نقدر إنه نحمل هذا النهج ونطبقه في حياتنا حتى نقدر إنه نحن كمان نكون شركاء في إنه نصلب أهواءنا على الصليب حتى نقدر نقوم يقوم إنساننا الجديد فينا، إنسان القيامة، إنسان النور، إنسان الأبدية والحياة. قديش مهم إنه نحن نقدر إنه نحمل الأبدية في قلبنا وبالتالي نستمد قوة وتعزية حتى نتخطى كل مصاعب هاي الحياة. أبنائي الكل بيسأل وبيحكي شو بده يصير في كل هذا اللي منسمعه حوالينا. نحن ما منستغرب أبنائي، لأنه كل إشي من اللي بيصير وصار ورح يصير موجود في الكتاب المقدس وبالأخص بسفر الرؤيا. عشان هيك نحن المسيحيين اللي نحن عارفين ما وراء الأحداث بنقدر إنه نشوف قديش مهم إنه نحن نشوفها بأعين المسيح وبروح الروحانية وأباء الكنيسة القديسين بروح الكتاب المقدس حتى نقدر إنه نطلب رحمة ربنا ونتوب. ربنا بده منا توبة حقيقية، وبالتوبة نقدر نتخطى كل المحن والتجارب والأمراض. عشان هيك المسيحي بهذه الظروف ما بيخاف، ما بيقلق، ما بيضطرب، ولكن بيكون عارف وين هو ماشي ومع مين هو ماشي ولوين رايح، وبيعرف إنه ماشي مع المسيح ومن الفائقة القداسة والقديسين والقديسات ورح يصير الصالح. عشان هيك ما نخلي الذعر والخوف يسيطر على قلوبنا، ولكن إنه نتسلح بالأسلحة الروحية ونقدر إنه نأخذ وقاية من الجراثيم الروحية
اللي بتحاول إنها تبعدنا عن المسيح وعن القداسة، والباقي كل شيء رح يرتبه ربنا دائماً للصالح. أبنائي، ربنا بشفاعة أمنا الفائقة القداسة يحمي بلادنا المقدسة الأردن وفلسطين وكل العالم، يحمي كل بيت من بيوتنا في كل من كل مرض. اليوم بالصلاة قديش ذكرنا قوة أمنا الفائقة القداسة في شفاء أمراض. عشان هيك دائماً منا نطلب شفاعتها، وهي رح تحمينا تحت كنف وقايتها الوالدية. كل سنة وانتو سالمين أبنائي. نعمة ربنا وبركة أمنا العذراء تكون معنا، وهي تعطي لكل واحد منكم البركة والنعمة والقوة حتى دائماً نكون أبناء حقيقيين للمسيح اللي من خلال كل واحد فينا يتمجد. كل سنة وانتم سالمين. أيها الأخوة الأحباء، باسمكم جميعاً نشكر سيادة المطران خريستوفوروس جزيل الاحترام على حضور هذا المديح المبارك. بصلوات بين القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. صلوات سيدنا القديس، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا.